بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم، معاكم أشرف رمضان. في الفيديو ده هكلمكم عن السولار بامب درايف. طبعا ناس كتيرة جدا مهتمة بعمليات الإريجيشن أو الري باستخدام مضخات نتحكم فيها أو نغذيها بالكهرباء باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية. في ناس كتيرة جدا تعبت من موضوع الديزل جنريتور، كل شوية الراجل بيغير ديزل أو بيزود ديزل، محتاج صيانة كتير جدا. فبقي الحل الأمثل دلوقتي مع الناس اللي بتشتغل على المضخات الخاصة بالزراعة، تمام، إن هو يستخدم أنظمة الطاقة الشمسية. طبعا هنا احنا اخترنا أحد منتجات شركة اي بي بي. شركة اي بي بي بتنتج، تمام، سولار بامب درايف. الدرايف هو اللي بيتحكم في المضخة، يبقى هو واصل بين المضخة وبين ألواح الطاقة الشمسية. أنا النهاردة هتكلم عن درايف خاص من شركة اي بي بي، تمام، شركة اي بي بي. يبقى أنا المحاضرة بتاعتي بتتكلم عن السولار بامب درايف. طبعا الكتالوج اللي أنا هشتغل منه دلوقتي بيدي لك من 37% كيلو وات لحد 18.5 كيلو وات يقدر الانفرتر ده يشتغل عليها. يبقى في عندي انفرتر رينج من 37% كيلو وات الى 18.5 كيلو وات، يبقى ده السولار بامب انفرتر. طبعا الشعار بتاع شركه اي بي بي دايما بيقول لك اكسبلوتنج ذا باور اوف ذا سن، هو بيستغل القدره بتاعت او الباور بتاعت الشمس وبيحولها الكهرباء تقدر تشغل معاه المضخات. طبعا لو بصينا في الكتالوج هنا، مهم جدا بالنسبة للأنظمة اللي احنا نشتغل عليها باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية، إن هي بتعمل لي حاجة بيسموها تقليل آثار الكربون، بيسميها الكربون فوت برينت، كربون فوت برينت. فهو هنا بيقول اي بي بي بيقول له كربون ايكونومي، يبقى أنا هنا بنتج كميات من ثاني أكسيد الكربون اللي هو سي أو 2 emission، تمام، بتبقى قليلة جدا لو انا استخدمت الكنترولر او الدرايف الخاص بالسولار انرجي. يبقى هنا بيقول لي لو كاربون ايكونومي ويز يوتيلايزنج اوف السولار باور، لما انا هستفيد من السولار باور الاي في بي درايفز بتساعد على ان هي تقلل الكربون فوت برينت اللي هو تأثير الكربون، تمام. ده اول حاجة ان انا استخدم هنا طاقة نظيفة. رقم اتنين، الانفرتر ده، تمام، او الدرايف ده بيبقى موجود جواه بيلت ان ام بي بي تي. طبعا احنا في الكورس بتاع السولار حفظنا كلمه ام بي بي تي معناها ماكسيمم باور بوينت تراكنج. احفظ تاني، ام بي بي تي معناها ماكسيمم باور بوينت تراكنج. طيب دي معناها ايه بالبلدي كده عشان نفهم؟ ان انا بقدر اعمل تتبع للالواح الشمسيه، السولار الريدينس اللي بيجي الصباح غير اللي بيجي الظهر غير اللي بيجي بعد العصر، فالريدينس بيختلف. فقدرة هذا الانفرتر، تمام، او هذا الدرايف ان هو يقدر يعمل ام بي بي تي جواه داخل ام بي بي تي انترنال، فبيسميه بيلت ان ام بي بي تي. يبقى دايما الدرايف بتاع اي بي بي جواه ام بي بي تي، فبيلت ان ام بي بي تي عشان، تمام، ياكد ان انا بقدر اخد الموست باور اوت بوت، تمام، من السولار بانل. يبقى الهدف بتاع الام بي بي تي ثابت، ان انا اخد اعلى قدره من الالواح على مدار ايه، على مدار اليوم. طبعا الدرايف بتاع اي بي بي فيه ميزه ان هو بيماكسمايز البرفورمانس اوف يور بامب. يعني ايه اوف يور بامب؟ ثرو اوت ذا داي، يعني انت بتقدر كمان تاخد افضل اداء من المضخه. يبقى هو بين المضخه وبين مين؟ وبين البانلز موجود الدرايف بتاع اي بي بي، تمام. فانت بتقدر تستفيد ان الدرايف جواه ام بي بي تي، فبتاخد اكبر قدره من الالواح، وثانيا بتعلي او بتاخد افضل اداء من البامب. طبعا الانفرتر الاي بي بي في ميزه ان هو في منه انواع. طبعا في انواع فيها الاي بي 20 بيبقى داخلي داخل انكلوجر، وفي انواع لا تحتاج انكلوجر، الانكلوجر بتاعها متقفل كويس قوي، اللي هو احنا بنسميه الاندكس بروتكشن. الاي بي بتاعها بيبقى 66 او 67، ده بيبقى مناسب فور هارش انفايرومنتس، البيئات القاسية بيتعامل معاها، او الانفرتر ده ينفع يشتغل مع بيئة قاسية. يعني ايه؟ يعني فيها داست، فيها تراب، غبار، طين، تمام، ده كله
تمام، بيبقى معنى ان البيئه القاسيه فيها ايه تاني ممكن ينزل فيها؟ امطار، فيها ميه، فيها اي حاجه فيها الندى، تمام، الميه، التكثف بتاع الميه ده كله بيبقى الاي بي 66 زي ما احنا عارفين الرقم الاولاني خاص بالاجسام الخاصه بالدست او السوليد، والتاني السته التانيه دي خاصه بالليكويد، فهو سيوتابل فور الهارش انفايرمنت. تمام، طبعا ده شكل الدرايف بتاع اي بي بي. هيبقى في فيديوز تانية ان شاء الله تعالى هنبدا نشوف بيتبرمج ازاي، بنتعامل معاه ازاي، بنعمل له سيت اب ازاي، بنركب عليه الالواح ازاي، بنركب المضخه ازاي. طيب، من احد المزايا اللي بيتميز بيها الانفرتر الخاص باي بي بي بامب سبيسيفيك بروتكشن. بامب سبيسيفيك بروتكشن يعني في حمايه خاصه بالمضخه، فبيبقى في بيلت ان فلو ميجرمنت، يعني هو بيقدر يقيس الفلو بتاع المضخه داخليا، هو بيقدر يقيس الفلو بتاع المضخه. والفلو ديتكشن فانكشن يعني يقدر ياخد الديتكشن فانكشن بتاعه الفلو دي ويطلع منها بارامترز بحيث تقدر تحميلك، تمام، او تعمل لك بروتكشن على المضخه. ثانيا، الدرايف تيرنس اوف ان كيس اوف دراي وورك، يعني في حاله ان مفيش ميه دراي وورك، تمام، فالمضخه بتقف، حصل اي مشكله في دراي وورك عندي فالمضخه بتقف. طبعا من مزايا اي بي بي درايف ان هو اقدر اشغله ريموت مونيتورنج، اقدر اشوفه من على بعد من على اي تطبيق موبايل ابلكيشن او على كمبيوتر او على تابلت، اقدر اشوف اداء الدرايف واقدر اشوف شكل المضخه والفلو اللي طالع منها وكل شيء من خلال الموبايل ابلكيشن. طبعا الدرايف ده بيبقى بيست في حاله الاوف جريد سوليوشن، يعني هو يعني افضل حل في حاله ان انا دلوقتي في مكان بعيد في صحراء مفيش اصلا يوتيليتي، مفيش شركه الكهرباء مش مقدمه لي ان انا اوصل الكتريسيتي، تمام، فانا ما عنديش كهرباء اعمل ايه؟ يبقى الجا لحل ان انا استخدم سولار، وبالتالي اركب شويه الواح والانفرتر وهبقى انا ايه اوف جريد. طيب، هل ده معنى ان الانفرتر ده ما ينفعش يبقى واصل اون جريد؟ لا، الانفرتر ده يا شباب بيوصل اون جريد واوف جريد، اون جريد واوف جريد. طيب، لو انا عايز اطلب من شركه اي بي بي انفرتر معين، تمام، فانا بعمل سيلكشن والاوردرنج. دايما هتلاقي الشكل ده تقريبا ثابت في اي بي بي، بيقول لك اول حاجه البرودكت سيريس اللي هو المنتج بتاعي. طبعا المنتج اللي انا شغال عليه الكتالوج ده درايفر زي ما قلنا بتبدا القدره بتاعته اهو من 37% كيلو وات الى 18.5 ايه كيلو وات. اسمه ايه بقى الانفرتر ده؟ اسمه ACS355، مشهور جدا، بنشتغل بيه كتير جدا في الشغل بتاعنا في الغطاسات او المضخات الخاصه بالطاقه الشمسيه. فده بيستخدم هنا البرودكت سيريس، ده السيريس بتاع الدرايفر، ده السيريس بتاع الدرايفر. بعد كده في عندي 0XX، ده بيديني مين؟ ده بيديني الكونستراكشن، هنشوف تحت يعني ايه كونستراكشن دلوقتي. رقم 3 0XAX، ده بيديني الريتنج اند التايب، الريتنج، تمام، المعدل بتاعه والنوع. الاكس الرابعه دي، الخانه الرابعه اكس هنا، ده بتديني الفولتج، هل انا شغال سنجل فيز، هل شغال 3 فيز. 3 فيز في 3 فيز 220 او 240، وفي 3 فيز اللي هي 380 او 400. السولار بامب سوفت وير، ده السوفت وير، رقم السوفت وير هنا السوفت وير بتاعه N827، هدي محاضره كامله ان شاء الله على السولار بامب سوفت وير. سوفت وير ازاي نتحكم في الموتور وازاي بتحكم في المضخه وازاي بيشوف السرعه، الكلام ده مهم جدا جدا، لازم انت تبقى فاهمه كويس السوفت وير بيشتغل ازاي بتاع البرنامج. اخر حاجه ده بيبقى اوبشنالز، ممكن تحط الثلاث ارقام دول حسب، تمام، السبيكس اللي بيديها لك من اي بي بي. طبعا هنا بيديني الفيتشرز اللي هي الخصائص الخاصه بالدرايف، فبيقول لي ايه الفيتشرز بتاعته؟ ماكسمايز يور بامب ديليفري ويزاوت ووستنج اوت، يعني انت بتاخد اعلى حاجه او احسن اداء من البامب من غير ما تفقد اي وات، دي ميزه في الدرايف. اوتوماتيك ستارت اند ستوب والسولار راديشن، في ناس بتسال هل هو بيشتغل؟ هو لما بتبدا تطلع الشمس الانفرتر ده او الدرايف ده بيشتغل اوتوماتيكلي، بيعمل ستارت للمضخه، لما بتغيب الشمس مفيش سولار ايريديانس بيعمل ستوب اوتوماتيكلي، يبقى هو اوتوماتيكلي
ستارت او اوتوماتيك ستارت اند ستوب. في ميزه خطيره جدا، بيعمل سيلف دايجنوزيس، بيعمل تشخيص اعطال ذاتي، ويقدر يبعت لك نوتيفيكيشن على الموبايل او على الكمبيوتر او رساله على ايميل. تمام، ده كله بيعمله، بيعمل سيلف دايجنوستيك، تمام، او دايجنوستيك تشخيص عطل يعني. بيعمل سيلف بروتكشن، بيعمل حمايه داخليه لنفسه. طيب في حاله الدراي ران، مفيش، في حاله التشغيل الجاف بيسموه، بيعمل بروتكشن في حاله تشغيل الجاف. دول سبلاي مود، كلمه دول سبلاي مود لما تلاقيها في اي درايف دي معناها ان هو ينفع يشتغل من السولر بالنهار وينفع يشتغل من الجريد، فهو سولر اند جريد كومباتبل، يعني هو متوافق مع الطاقه الشمسيه ومتوافق مع الشبكه لو انت موجود في مكان في خدمات من شركه الكهرباء. كومباتبل ويز اول بامب، طبعا الدرايف ده بينفع على كل انواع المضخات، يعني مش هو اي بي بي هروح اجيب له مضخه، لا، هو بيقدر يشتغل على كل انواع المضخات في الرينج بتاعه، تمام. طيب طبعا احنا هنا هنبدا نشوف السبيكس، اهو بدانا نكتب اي سي اس 355، ده الموديل، تمام. فبيقول لي هنا، تمام، ده الكود بتاعي. احنا وقفنا عند الاكس دي كانت معناها ايه؟ الفولتج، تمام. الاكس دي بتبقى حاجه من الاثنين، يا بحط هنا 2 يا 4. الاثنين دي معناها ايه؟ طبعا الانفرتر زي ما شفنا في المحاضرات السابقه كتير جدا ان هو عباره عن، تمام، انبوت دي سي اللي بيطلع من الالواح دي سي، فالرينج بتاعه من 125 ل 400 فولت دي سي، ده في ناحيه مين؟ الانبوت. طالب اللي بيطلع من الانفرتر ممكن يكون سنجل فيز، يعني 220 اللي هي محصوره بين 200 و240، تمام، 20 زياده و20 نقص فولت اي سي. يبقى هنا دي معناها لو انا حطيت 2 هنا يبقى الدرايف ده هيشتغل على مضخه سنجل فيز، لو حطيت 4 يبقى هيشتغل على مضخه ايه؟ 3 فيز، اللي هي من 380 لحد 480، تمام. بيبقى الانبوت بتاعه من 250 ل 800 فولت دي سي من ناحيه الدي سي، من 250 ل 800 من ناحيه الاي سي 3 فيز 380. طيب بعد كده بيقول لي الكونستراكشن، الكونستراكشن لو انت رجعت هنا كانت الكونستراكشن رقم كام؟ اهي الكونستراكشن اللي هي الثانيه بعد الموديل على طول 0 اكس اكس. الكونستراكشن ده يا شباب فيه حته مهمه جدا اللي هي ايه؟ اللي هي الالكتروماجنتيك انترفيرنس. في موديول كده صغير او فلتر بيكونكت مع الجهاز بيعمل الاي ام سي، الاي ام سي فلتر، الاي ام سي فلتر الكترو ماجنتيك انترفيرنس، تمام. الكترو ماجنتيك انترفيرنس ده خاص بفلتر، تمام، عشان يظبط الاداء والشغل بتاع المضخه. طبعا لو هو سنجل فيز اهو بيكتب 01، لو 3 فيز بيكتب، تمام، مين 03. ناس كتيرة جدا بتيجي تقول لك والله هو في اتنين موديل، في اتنين موديل، في منه موديل الاي بي بتاعه 20، خلي بالك اي بي 20 ده صغير، بس بيبقى الجهاز نفسه داخل انكلوجر، يعني بيبقى داخل علبة، داخل لوحة، اللي هو الاي بي بتاعه 20. النوع التاني اللي احنا بنستخدمه من غير علبة زي اللي موجود عندي ده اللي هو كام؟ اي بي 66 او 67. طبعا كل ما يكون الاي بي عالي كل ما هيبقى ايه؟ افضل. طيب ايه بقى اللي موجود هنا؟ في عندك الباور، النومينال باور بالكيلو وات، في عندي في حاله السنجل فيز، السنجل فيز ركز معايا، الدخل هنا داخل على الدي سي 125 لحد 400 فولت دي سي، الخارج كام؟ من 200 ل 240، يبقى ده سنجل فيز، في منه 37 من 100 كيلو وات. لو انا حولتها بالهورس باور، هورس باور اتش بي معناها حصان، بنص حصان، حصان واحد ونص حصان، اتنين حصان، الناس كلها بتشتغل بالهورس باور بره في المضخات، واحنا بنيجي في الانفرتر بنقول عليه بايه؟ بالهورس باور. طبعا هنا بيديني الكرنت بتاعه، النورمال كرنت، تمام، او النومينال كرنت بتاعه بالامبير، يبقى هنا ده الكيلو وات، الباور بالكيلو وات، والباور بالحصان، والامبير اللي بيطلع من مين؟ اللي بيطلع من الانفرتر. خلي بالك ده التيبيكال ديزاينيشن اللي هو مين ده؟ ده الاسم البارت نمبر الخاص بيه، تمام، الدرايف ده. هنا بيجي شكل الفريم، الفريم فيه عندي من R0 لحد R4، يعني في R0 R1 R2 R3 R4. ده شكل الفريم، الانكلوجر الخارجي، يعني ممكن تلاقي مثلا هنا
الدرايف اللي هو نص، فين الحصان اهو، نص حصان واحد حصان موجودين في نفس الانكلوجر اللي هو اسمه ايه ار واحد، وفي عندك واحد ونص حصان واثنين حصان موجودين في نفس الانكلوجر ار اتنين. لو انت نزلت تحت اهو في حالة الثري فيز، في ثري فيز يا شباب، في ثري فيز، خلي بالك زي هنا في السعودية كان في ثري فيز ب 220، يعني السنجل فيز بتاعها 110، الثري فيز 220. اهو جايب لك الموديل بالحصان، نص حصان، ثلاث ارباع حصان، تمام، واحد، واحد ونص، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، تمام، سبعة ونص، 10. يبقى في عندي في الحالة بتاعت، في ناس كتير يقول لك أنا عندي المضخة تمام شغالة ثري فيز والثري فيز بتاعها 220، يبقى أنا عندي الريت بتاعي وحافظ بقى وفاهم الدنيا ماشية ازاي. في مضخات بيبقى 3 فيز 380، ده النورمال بتاعنا، ولذلك حتى في بعض الكتالوجات في اي بي بي يقول لك ده سبيشال مانيفاكتشرنج، ان انا بصنعه لك بالطلب. اللي موجود عنده الافالابل بيبقى 3 فيز بتاعه 380. ايه الريت اللي موجود؟ نص، 75%، 1، 1.5، 2، 3، 4، 5، 7.5، 10، 15، 20، 25، تمام، حصان، اللي هي واصله لحد 18 وايه 18.5 كيلو وات. لو انت فاكر العنوان اهو، خلي بالك هو بيقول بصنع من 37% كيلو وات لحد 18.5 كيلو وات، اهو ده ظاهر عندي في حاله 3 فيز، من 37% اللي هي نص حصان لحد 18.5 كيلو وات اللي هي 25، مين 25 حصان، 25 حصان. طيب بعد كده بيديني في 3 فيز الدخل بتاعه 125 لحد 400 فولت دي سي، وبيطلع سنجل فيز، تمام، خلي بالك سنجل فيز احنا كنا ايه شايفين هنا، سنجل فيز 125 لحد 400، تمام، بيطلع من 200، من 200 لحد 240. فهنا ده بيعمل الريتنج، ده زي ده، بس ايه الفرق؟ ان ده الانفرتر، الانفرتر الاي بي بتاعه 20 يعني جوه انكلوجر، اما ده الانفرتر تمام الاي بي بتاعه عالي ما بيتحطش داخل انكلوجر، هو نفسه الانكلوجر بتاعه تمام متقفل باسلوب يحميه من الدست، من التراب ومن الميه. طيب موضوع البامب كيبل لينس، انا طبعا ادي الرسمه الطبيعيه بتاعتي، شويه الواح، وادي الدرايف، وادي الخزان اللي انا برمي فيه ميه. هو بيديني ريكومنديشن لطول السلك، ستاندرد درايف وذاوت اكسترنال اوبشن، يعني انا لو الانكلوجر ار 0 من اي واحده من اللي فوق، الانكلوجر بتاعها ار 0 بتدي لك لحد 30 متر. لو الانكلوجر من ار 1 ار 2 ار 3 ار 4 بيدي لك حد 50 متر. طب انا لو ركبت التشوكس، التشوكس ده اللي هو بوكس بيعمل لي زي عمليه تقويه كده، يقدر يديني 30 متر تاني، تمام، عشان اوصل لمين؟ للمضخه. طيب بعد كده اهو جايب لي شكل، جايب لي شكل الدرايف الاي بي 20 زي ما قلنا، ده الاوبن المفتوح بيركب داخل انكلوجر، التاني ده اللي متقفل اللي هو الاي بي 66 ده بيبقى متقفل بيركب مباشره على الجدار او على المكان اللي انت هتثبت فيه. وادي هنا الفريم سايز بتاعه بيتفيدني في ايه؟ بيديني الويدث العرض والديبس اللي هو العمق بتاع الدرايف، وبيديني ثلاث ارتفاعات اتش 1 اتش 2 اتش 3. اتش 1 الارتفاع بدون الفاستننج والكلامبنج بليتس، هنا في فاستننج بتاع التثبيت والكلامبنج بليتس، تمام، لو انا سبت الكلامبنج بليتس يبقى من غير الفاستننج والكلامبنج بليت اتش 1، حطيت الفاستننج بس بقت اتش 2، حطيت الفاستننج والكلامبنج بليت تمام هيبقى طولها اتش 3، فالطول الكلي بالتثبيت اللي هو اتش 3 والعرض اللي هو دبليو الويدث والعمق اللي هو دي، نفس القصه عاملها هنا تمام في حاله الاي بي العالي، الهايت والويدث والديبس، وبيدي لك كمان وزن الدرايف جام كام كيلو، يعني مثلا ده الانكلوجر ار 1 ده وزنه 7.7 من 10 كيلو جرام، تمام. في حته مهمه جدا موضوع الفيوز، انا بركب فيوز على ناحيه الاي سي وبركب فيوز ناحيه الدي سي، في عندي في ناحيه بياخدها بالفريم سايز هو طبعا في حاله سنجل فيز وثري فيز، فبيقول لي انا لو انا باخد ناحيه الاي سي ادي الفيوزز من النوع جي جي بيبقى فيها 16 امبير 20 امبير 25 امبير حسب الفريم بتاعي. طبعا من ناحيه الدي سي، من ناحيه الدي سي اللي هو من ناحيه الالواح، ممكن استخدم فيوز من نوع يو ار او جي جي، كل ده موديل مختلف عن الثاني، الاثنين دول موجودين من شركه اي بي بي، بيدي لك الفيوزات دي بحيث تبقى انت بتركب الفيوز بتاعك حسب الريت.
مهم جدا بالنسبه لي في اي درايف موضوع التبريد يا شباب. الكولينج هنا بيديني الكولينج اير فلو، بيديني التبريد في حاله السنجل فيز، بيديني التبريد في حاله الثري فيز، بيديني ازاي؟ بيديني الفريم ويديني الهيت ديسيبيشن، الهيت اللي بتطلع كام وات، وبناء عليه بيبقى الاير فلو بالمتر مكعب على الساعه، متر سكوير بير اور، مديني حسابات مين؟ التبريد. تمام. طبعا في حته مهمه جدا، الفري سبيس ريكويرمنت، هو بيتطلب سبيس فوقيه 7.5 سم وتحتيه 7.5 سم، مش مهم بقى في اليمين واليسار تحط ايه مسافات. اما في حاله الاي بي 66 اللي هو الخارجي، تمام، بتقدر تحط 2 سم يمين ويسار. المهم ان انت تخليه لي فوق وتحت، عشان ليه فوق وتحت؟ المراوح بتاعته زي ما انت شايف كده، التهويه بتبقى فوق وتحت، فلازم يعمل سبيسنج عشان يعمل سايكلينج لعمليه الهواء ويبدا يعمل تبريد للدرايف. يبقى المحاضره بتاعتنا النهارده كانت بتتكلم عن الاي بي بي، اي بي بي تمام، سولار بامب درايف، رينج من 37% لحد 18.5 كيلو وات. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير خاصه بالسولار بامبنج درايف، والسولار بامبنج بصفه عامه، والسولار ان شاء الله بصفه عامه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.